الكتلة الصدرية هي الكتلة التي حققت المقاعد الأعلى في انتخابات مجلس النواب لعام 2021 وحققت 73 مقعد. وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم. ارتأت الكتلة الصدرية وقيادتها سماحة السيد مقتدى الصدر على أن يكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة وأيضا المشاركة في مجلس النواب العراقي للقوى السياسية الأخرى. حسب ما تداولت معه هو منذ الخطوة الأولى يؤمن بالأغلبية والمعارضة، وكان خياراته يا أما أن نكون في الأغلبية ككتلة صدرية أو نكون في المعارضة. خياره الأخير كان الذهاب إلى المعارضة. سنبقى كقوة سياسية نتواصل مع الكتلة الصدرية. الكتلة الصدرية لها جمهورها ولها مؤيديها، وهذا انعكس بشكل واضح في الانتخابات. أما ما يتعلق بالبدلاء فالإجراءات ستمضي بالإجراءات القانونية حسب قانون الانتخابات، وحسب آليات العمل النيابي البدلاء سيكونون هم الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية، يعوضون بدل من السيدات والسادة النواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا للأسف. الآن ستمضي الأمور بتفاهمات بشكل آخر بعد أن استقالت الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي. ستمضي الإجراءات الدستورية فيما لو اكتملت يعني أعضاء مجلس النواب بقدوم البدلاء، الخطوات ستأتي تباعا ولن يبقى هذا الانسداد السياسي. هل يمكن سيادة الرئيس يمكن أن نصل إلى خيار إعادة الانتخابات وحل البرلمان؟ هذا الخيار هو خيار دستوري أصلا من مضينا بانتخابات عام 2020، هي كانت بالمضي بهذا الخيار بموجب المادة 64 من الدستور. لم يطرح هذا الخيار لغاية الآن. الخطوات القادمة قد تمضي سريعا، ونسعى إلى تشكيل حكومة تتحمل القوة السياسية مسؤولية مخرجاتها ومسؤولية الأداء لهذه الحكومة والتقييم أمام الشعب. سيد الرئيس، هذه الاستقالات هل تحتاج إلى تصويت داخل مجلس النواب؟ بما يتعلق بانتهاء العضوية في مجلس النواب الذي يحكمنا هو قانون مجلس النواب العراقي رقم 13، وأيضا تحكمنا النظام الداخلي. تصويت مجلس النواب يقتصر على 3 حالات فقط. حالة التي تسمى الطعن بصحة العضوية بموجب المادة 52 من الدستور، وهذا لا تنطبق على الاستقالات. الحالة الثانية الإخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي، والحالة الثالثة تجاوز غيابات النائب الحد المسموح. هذه الحالات لا تنطبق على حالة الاستقالة. تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، بالتالي لا يحتاج إلى تصويت كما عدل الدستور.